حضرتك منورني الله يخليك. والله العظيم ما تتخيلش حضرتك مدى سعادتي ان حضرتك معايا النهارده بجد. ميرسي يا اشرف، انت بني ادم لذيذ. الله يخليك والله. ونفسي اعمل لك اكله عجيبه. انا خايف من الاكله العجيبه اللي انت هتعملها دي. خايف مني انا عارف. هتعمل لي ايه بقى؟ اكله صيني. صيني؟ بتحب تاكل الصيني؟ ساعات باكل الصيني بس باكله مش في الصين، باكله بره لما في الصين متهيألي صعب قوي. لا لا لا، ما بيقولوا حتى الاكل الصيني في الصين وحش قوي والله. انما لما تاكل صيني في باريس مثلا او في مطعم في بلد تانية بيبقى جميل خالص. بس في حاجه دلوقتي طالعه ولادي بيحبوها قوي. حاجه كده منيله مش اسمها شوسي بان ولا سوشي. سوشي لا 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 ما استوعبتهاش. لا لا ما استوعبتهاش. انت بتحب الاسماك يا استاذ؟ بحب الاسماك، لكن ما ينفعش تاكلها نيه مع لا لا احبها بالطريقه البيتي يعني، المشوي مقلي توم صينيه بتاع يعني توم مش كتير يعني. لكن اللي هو التتبيله بتاعتنا احنا دي برضو اللي هو الاكل بتاعتنا البوري المشوي الحلو. لعلمك احسن سمك كلته في حياتي في اسكندريه. اسكندريه نفسها طبعا. سمك البحر الابيض ده لا يعلى عليه. أيوة. حقيقه يعني. انا مره في فرنسا الراجل ما بيعرفش انجليزي وانا حافظ انجليزي تمام يعني. يعني يمشيك. يمشيني يعني. اكلمه ما فيش. في النهايه شاورت على واحده. على جاب لي عباره عن بتاع عباره عن تلج وفيها كابوريا نيه وفيها. انا اكلت الطبق ده. ده ايه ده؟ في حته في ده في البجال. في مطعم اسمه رجل الخنزير. رجل الخنزير المطعم اسمه كده. انا مره كنت في المانيا في كيلن. ففي مطعم كده انا فجاه لقيت فخده خنزير. فخده معديه كده، فخده حاجه فظيعه. ببص لقيت راح فين، لقيت واحده ست قاعده. ايه رايك؟ قامت بالفخده الخنزير دي لوحديها. واحدة رايح لها فخدة خنزير هتاكلها لوحدها. وكلتها. فأنا قعدت مستني أشوف هي. هم عندهم حاجة، هم أصل الألمان ما عندهمش مطبخ. يعني الفرنسيين في مطبخ فرنساوي، الطليانة في مطبخ طلياني، حاجة الأسبان. إنما الألمان ما عندهمش مطبخ بالمعنى. عندهم حاجة اسمها هوس تاجن. هوس تاجن. هوس يعني بيت، وطاجن طاجن. ده طاجن أكلة بتاعنا. تركي يعني. تقريبا يعني، لأنه تراكوا عليهم برضو مصطلحات منتشرة. مصطلحات، وفي ألمانيا بالذات جالية كبيرة فليهم شغل هناك يعني. الهوس تاجن ده حاجة زي اليخن كده يعني. إنما كان مش بطال، كان ريحته كده جميلة. حضرتك عملت أعظم يخني. ده كان في حكايات الفتى الطاير. في الفتى الطاير. كان مع المهم كلوه ناموا نوم الصعايده. ناموا نوم. كان توفيق دقن الله يرحمه. لا كان عدلي كاسب الله يرحمه. عدلي كاسب. كان عدلي الدمواسي الكبير. وقعدت تقول له انا هعمل لكم يخني عجب. عجب. ايوه انا هبتدي ايه؟ هو ده انت هتعمل ايه الاول يعني؟ هعمل لك بقى اللي هو كومباو. مين؟ كومباو؟ كومباو. كومباو ده لعيب كرة. كومباو يا ريس، يعني دي أكلة صيني. بص بقى المطبخ، أنا عمري ما دخلت مطبخ والله، ما أعرفش أطبخ خالص. وحتى زمان يا ريس قبل الجواز لا لا لا، أصل أنا طول عمري بيتوت يعني. أعيش في البيت يعني. فلما اتجوزت بقى، فجوزت مراتي هالة. فقالت لي أنا ما أعرفش أطبخ. قلت لها الله، هناكل طول عمرنا سندوتشات يعني ولا إيه؟ فبقى إيه، وإديتها لأمي بقى الله يرحمها. اتعلمت منها بقى. انا كنت ما اعرفش اكل في غير من ايد امي الله يرحمها. ما كانش في مطاعم زمان يا ريس يعني؟ كان هو دايما اللي هم بتوع الكباب والكفته مثلا بتاع سمك. لا لا كان في مطاعم. كان في مطاعم عندكم في الحلميه بتاع اسمه لا مش في الحلميه، ده حاجه ثانيه خالص. مطاعم بره، بتكلم على وسط البلد. الحاجات دي كان في ريجنت، وكان في المطعم اللي عملوه دلوقتي اللي هو قبل الامريكان كده على النص، كان اسمه ايه مش فاكر بالظبط. كان بيعمل نجريسكو جميل جدا. فلما اتجوزت بقى مراتي، امي علمتها بقى الاكل يعني. ما تخافش يا ريس، ما تخافش. طيب وانا مش هعمله كله عموما. دلوقتي بقتش يعني ما كنتش قادر اكل ايه من الايد غير من ايد مراتي. طب وكان ايد؟ وبعدين بقى المهم ايه، مره مراتي قالت لي انا عايزه طباخ. ايه طباخ؟ يعني طباخ ايه؟ يعني قلت لها ايه طباخ؟ يعني الطباخ ده يعني مصطلحين ان هو عند الناس بقى اللي بشوات. انت مش انت ربنا فتحها ليك وركبت عربيه مرسيدس يعني. انا كمان من حقي ان انا يعني اريح كمان شويه. ويجي طباخ. ويجي طباخ. وجبت طباخ. جبت طباخ. لكن تتذكر الاكله اللي كانت والدتك بتعملها عمرك ما تدوق زيها؟ صينيه البطاطس باللحمه بالصوص الاحمر.
صينيه بطاطس عاديه، بطاطس في الفرن. يا خبر ابيض مع رز وطاجن الباميه باللحمه. ايوه. والملوخيه، طشه الملوخيه دي بتاعت امي كانت تخليك تهرول على روحك كده يعني، يعني تريل يعني. لا بس فعلا امي كانت طبخها المحشي. وبعدين عارف امهاتنا اصل احنا اللحمه عندنا ما كانتش متيسره قوي يعني، مش مهمه قوي، كل واحد لازم ياخد منامه يعني. فكانت امي الله يرحمها بتعمل اكل جميل جدا، حتى مش لحمه يعني، شويه فول مقلي. عارف الفول اللي هو الرصاص ده الابيض، فول اسمه فول مدشوش، فول مدشوش، فول مدشوش، فول مدشوش. تعمله بالصلصه بالبتاع، كان بيبقى جميل جمال. المحشي مثلا، المحشي السخن بالشبت. ايوه. محشي ايه بقى؟ كروم كروم كروم. ده كان اجمل محشي، وهو مولع. بتبقى يعني اكله الواحد. طب افكرك بايه في المحشي يا ريس؟ ايه الصوابع اللي تحت المحروقين دول؟ لا انا كنت احب الابيض ده والله. انا اللي كنت باكل محروق اللي هو لسه طالع والحله مولعه. بس احنا بنفرح قوي بقى لما الطباخ يزعل او حاجه او يتاخر او يغيب او بتاع لغرض. فهلا بقى تخش المطبخ، هي تعمل، نبقى سعداء انا والولاد بطريقه جميله جدا. لكن ما عملتش يا ريس قبل كده، ما دقتش، او والدتك الله يرحمها ما عملتلكش سد الحنك؟ يا ساتر، اعوذ بالله. ده حاجة، ولا المرتة؟ المرتة، لا إله إلا الله، المرتة ده حاجة. طب ما حبيتهاش؟ لا لا لا، ده حاجة تودي، ده حاجة تودي الاسم. يعني أنت لما تاكل سد الحنك تحس كنت عايز تروح الاسم. أيوه. وهو سد الحنك المقصود بيه فعلا يسدوا حنك الناس يعني. سد الحنك والمرتة والبتاع. لا أنا كنت، أنا ما كنتش أكيل لحمة على فكرة، أنا كانوا يأكلوني لحمة بالعافية والله. وكنت يدوني اللحمة من غير حد ما أحس كده، أروح إيه راميها تحت السد. ياه. انا كنت احب اللحمه المشويه، الريش المشويه بس. انما اللحمه الطبيخ دي ما، لكن حابب الطبيخ نفسه، حابب الطبيخ، طبيخ مع رز مع سلطه مع بتاع. كنت احب كمان البقوليات، اللوبيا، الفاصوليا الناشفه، الحاجات دي تعمل بالصوص برضو. الاحمر بتاعنا ده القلقاس اللي هو بالسلق. ايوه لونه مخضر كده شويه. الاكل الجميل بتاعنا ده هتجوعني وانا عمال اعمل صيني. بتعمل ايه؟ كابو. اهلا وسهلا. كابو. كابو. كومباو. قال يعني هو هيختلف، قال يعني هتغير. الكومباو. طب مش حضرتك زراعه؟ طب ايه اللي يعني، انا شايف ان دي كلها حاجات جديده علينا. دي جديد، انا شفتها في امريكا بقى. امريكا اولا احنا للاسف كانت كليه الزراعه جامعه القاهره كان يعني تقريبا تاني كليه زراعه في العالم. في العالم كان اول كليه زراعه زراعه كاليفورنيا. يليها مش عارف زراعه حاجه تانية كده، او على طول زراعه القاهره. زراعه القاهره مش في التصنيف خالص للاسف. للاسف الشديد. فدلوقتي عارف في امريكا اصل الفلاح مدعم في كل حته في العالم، حتى في امريكا الحكومات بتدعمه. وبعدين بيبقى في علاقه بين الكليه والفلاح. يعني الفلاح مثلا بيحب يهدن حاجه على حاجه، يقوم ايه يستعين بالاساتذه بتوع كليه الزراعه بتاعت كاليفورنيا. تقوم مثلا كليه الزراعه تدعوه ليلقي محاضره الراجل فلاح. في انا شفت مره في فرنسا كرنفال ضخم وزرع جميل وورد وبنات زي القمر بتاع الفرنسويات ولابسين ملابس كده جنسات اياها دي والسلابوتات الحلوه وعربيات على تريلات وبتاع. قلت ايه الاستعراض الجميل ده؟ اتاريه مظاهره. عشان ايه؟ بينادوا بحاجه يعني؟ الفلاحين مش معجبهم المعونه اللي بتديهم من الحكومه الامريكيه. فعاملين مظاهره، فبيقولوا للعالم احنا اللي بنعمل لكم ده. فتشوف شكل الخضار والفاكهه والورد اللي معمول، يا سلام، يفتح نفسك يعني هم بيعبروا الاول احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ده. يعني انا دخلت سوبر ماركت في امريكا. الفلفل ده بقى جميع الانواع الالوان. يعني فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، فلفل موف. وبعدين
في الفلاية قد كده، في الفلاية قد كده، لغاية ما الفلفل قد كده. الأحجام كلها. أصل طريقة العرض كمان في أمريكا وفي الحاجة، أنا مرة دخلت محل يعني سوبر ماركت كبير، مش سوبر ماركت، محل للأدوات المنزلية والحاجات دي، أتفرج. اشتريت شاكوش. شاكوش. شاكوش أحمر جميل جمال. عجبك شكله؟ عجبني شكله، أنا مش عارف هستعمله في إيه، إنما اشتريته وللأسف نسيته في اللوكاندا اللي أنا كنت فيه. بعد ما عجبك شكله واشتريته. بعد ما عجبني شكله واشتريته. يعني الألوان دي هم مهجنينها. هم مهجنينها. دلوقتي أعظم أكلة في الدنيا طبق السلطة اللي فيه جميع الألوان. كل الألوان. كل الألوان. الفلفل الأحمر، فلفل أصفر، فلفل أخضر. مع طماطم، مع خيار. مع خيار، مع الجرجير، مع الخس، مع الحاجات. بس الواحد في كمان اللي هو اسمه البروكولي ده، ولا البروكلي. بروكلي. معي ما بحبوش، بقول ده مفيد جدا. انا ما بحبوش، بس يعني هو ما بلاقيه باكل يعني. ساعات اشوف كده اقول ده كرومب مثلا. يعني بيستهبل. اقنع نفسي ان ده طرش بتاع حاجه زي كده. انت مش غاوي طرش يا ريس؟ لا ازاي، ده انا كنت طرش. باخد بقى ايه ولادي اول يوم رمضان اروح سيدنا الحسين عند الحاج حسين. يا سلام. الله يرحمه. وكان ده بقى ترشجي طبعا. وكان ولاده بقى هم اللي ولازم اول يوم رمضان. اول يوم رمضان اللي هو بقى خدهم برحله وديهم الحلميه. وايه ارتباط الترش لهم برمضان؟ بيتي هنا، وكنت بقعد في الحته دي، وكنت بلعب كره في الحته دي، وكنت بعمل في الحته دي. هي بتبقى ليا كمان اكتر يعني طبعا. وبقول لهم انا منين بالظبط يعني، واخد بالك. وباخدهم اروح سيدنا الحسين في اول الدراسه كده عند الراجل بتاع الترش. كنت لاقي بقى امم. وكنت بقى اقعد اتفرج على الترشاجي وهو بيحضر الترشي دي، متعه في حد ذاتها. وهو بيقطع الخيار وبيقطع الخيار وبياخد من ده مش عارف ايه، وبياخد من ده ايه، وبياخد من ده تك تك تك. وبعدين ميه من هنا وميه من هنا مش عارف ايه، وترشي من هنا وحاجات زي كده. وعايز ميه حراقه ولا ميه حراقه ولا يعني كتر الدقه كتر بتاع. بتبقى الشغل بقعد اتفرج يعني، ما ببقاش عايز. وايده كلها حمراء مكان الميه والبنجر. تقطيعه الخياره دي ده فن. فنان. فنان. يعني مهني. بمناسبه رمضان يا استاذ، انا افتكر زمان وانا صغير يعني ايه، من فتره قريبه كنت في ايطاليا مع جماعه اصحابنا، وواحد اللي واخدنا بيفسحنا وبتاع عربيته مش راضيه تدور. انا ايه بقى لابط في اي حاجه، فقلت له دي هي مسربه كهربا، بس نجيب طوبه وندق على البطاريه هتشتغل. اقلب ايطاليا على طوبه ما لقيتش طوبه. مفيش طوبه. لا افتكرت وانا صغير واحنا عندنا في الشارع، عايز طوبه يا خبر اسود ده جنبيك على طول. فواحد كنت قعدت متضايق منه فتره طويله، طوبه مره واللي هو ايه بتاعه. طوبه ولا زلطه؟ زلطه. زلطه. وحدفني في دماغي. دي يا خبر اسود. الراجل ده قعد مش هو مش راجل، الواد ده ساعتها انا كنت متضايق منه جدا. بس يومين لقيته جاي بيصفر لي من تحت البيت، وانت فين بتاع، رحت نزلت ولعبنا ونسيت. فكره التسامح عندنا واحنا صغيرين هل بتختلف عندنا لما بنكبر؟ يعني مساحه التسامح موجوده في كل شخص، لكن دي نفسها واحنا صغيرين غير واحنا كبار مثلا. انا عندي قوه العفو والتسامح فعلا. هي دي قوه. يعني انا مثلا ما رضيتش اكرم مع السيده خيريه البشلاوي، انا بقولها لك بمنتهى الصراحه يعني. لما جه الاستاذ علي ابو شادي قال لي هنكرمك انت ويسرى والاستاذ سمير سيف. انا عملت مع سمير سيف افلام جميله جدا طبعا، وعملت مع يسرى افلام جميله جدا يعني، انا ليا في يسرى كتير يعني طبعا. وقلت له ده حتى افيش جميل جدا، انا موافق. رحت باريس ورجعت لقيته حاطط السيده خيريه البشلاوي. السيدة خيرية بشلاوي تقوم الصبح قبل ما تشرب فنجان القهوة تشتم عادل إمام، واخد بال حضرتك. المهم قلت له لا، أنا ما أكرمش مع السيدة خيرية بشلاوي يعني، مش ممكن يعني، الاختيار خاطئ، اختيار يعني ما واخد موقف حضرتك، واخد موقف يعني. قلت لا مش رايح وما روحتش فعلا. أول امبارح جات لي حالة من الصفاء كده والطهارة القلبية الصفاء النفسي، فقلت اكلم السيده خيريه البشلاوي فعلا. فليا صديقي الاستاذ محمود موسى. هي صحفي جميل جدا.
وفي علاقه ود وحب كده بينه وبينه يعني. راجل طاهر كده وجميل خفيف ولذيذ جدا. قلت له تعرف تليفون مدام خرابش؟ قال لي قوي. قلت له هات لي كمان تليفون طارق الشناوي. يا سلام. فروحت مكلم السيده خيريه البشلاوي. كلمتها. قلت لها مدام خيريه البشلاوي؟ قالت لي ايوه. قلت لها انا عادل امام. عارف في ثانيتين كده صمت. وبعت لي اهلا وسهلا. قلت لها انا بعتذر لك وانا في حاله طهاره وفي الايام المفترجه دي انا حاسس ان اخطات معاكي فانا